أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى تحية وأجمل ترحيب بمشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية، وأنا أجدد لقائي معهم في حلقة جديدة من المدى ستاديوم. هذا اليوم سنتكلم عن آلية الدوري الموسم الجديد وقرار لجنة المسابقات الأندية أيضا هذا اليوم، وقبل يعني قليل انتهى اجتماع اتحاد الكرة اللي أقر نظام الدوري العام وعلى مرحلتين. هذا راح نناقشه مع ضيفي هذه الحلقة، وهما كل من الأستاذ محمد الهاشمي نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة. مساء الخير وأهلا وسهلا بك أستاذ. مساء الخير، أهلا وسهلا ببرنامج استوديوم وقناة المدى، ورحب بك ورحب بالكابتن القدير أحمد خلف. أيضا أرحب بضيفي العزيز الكابتن أحمد خلف مدرب نادي أمانة بغداد، أهلا وسهلا بك كابتن ومساء الخير. أهلا وسهلا بك دكتور، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة المدى، وأرحب بالأستاذ العزيز أبو سجاد أستاذنا الغالي، يعني أهلا وسهلا بك. مدرب نادي أمانة بغداد ونائب رئيس، بس الحلقة نكهتها طلابية لأنه الاثنين جدهم اثنين لابسين وردي، اثنين جدهم طلابي والاثنين وردي ما شاء الله. اتفقنا. إن شاء الله الحلقة تكون وردية بوجودكم. أيضا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود لنبدأ فقرات البرنامج. أحييكم من جديد إلى فقرات البرنامج، مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة عبر فقرات صورة وخبر، تعالوا معي لنتابع. المنتخب العراقي الأولمبي يلاقي نظيره الدنماركي مساء الخميس ضمن مباريات المجموعة الأولى بمسابقة كرة القدم لأولمبياد ريو دي جانيرو. مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني الشهد يرفض الإفصاح عن التشكيلة التي ستواجه الدنمارك عقب إقامة التدريبات خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام. تعيين الحكم المكسيكي سيزار راموس لقيادة مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره الدنماركي ضمن مباريات المجموعة الأولى بمسابقة كرة القدم. مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني سهير صابر يؤكد أن الحراس المتواجدين مع سود الرافدين في الوقت الحالي بحاجة لإعادة الثقة بالنفس والتركيز على تمارين القوة. أنباء عن رغبة نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع مدافع منتخب الوطني علي عدنان بديلا للجزائري فوزي غلام. فريق الميناء يواصل تدريباته في السليمانية بإشراف مدربه الروماني إيوان مارين تحضيرا للموسم الكروي الجديد. الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تصل لاتفاق نهائي مع اللاعب كوسرة طايز لتمثيل فريقها الكروي الموسم القادم. وأخيرا الهيئة الإدارية لنادي زاخو تقرر مشاركة فريقها بكرة السلة في منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل. إذن بعد فقرة صورة وخبر هناك متابعات حقيقة هذا اليوم. مثل ما تعرفون هناك شد وجذب بين اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية. هذا اليوم خلال تواجدنا في اجتماع اتحاد الكرة الخاص يعني إقرار آلية الدوري، التقينا رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود للحديث عن هذا الأمر، وكان إلى هذا التصديق. اليوم بجهود سيد بشار مصطفى وأعضاء المكتب التنفيذي تم تجاوز هذه الأزمة المالية بالنسبة للسفر المنتخب الوطني، ولكن باقي أزمة مالية لأنه لحد الآن رواتب مستلمين المدربين المنتخبات الوطنية جميع المنتخبات ولا يوجد أي مبلغ في الاتحاد العراقي لتمشية الرواتب باقية، ولكن السفر المنتخب الأولمبي وطني اليوم اللجنة الأولمبية وفرت المال اللي كان مخصص من قبل الوزارة المالية اللجنة الأولمبية لتمشية أمور لاتحاد كرة القدم. اليوم مشت الأمور، مشكلة بين اتحاد كرة القدم وسيد جزائر السعلاني بسبب الكتاب اللي وجهه سيد جزائر السعلاني إلى المحكمة الرياضية، كان الكتاب غير صحيح بكافة بنودها اللي موقع عليها، وهذا اللي أدت إلى تشنج و بين اتحاد كرة القدم والسيد جزائر السهلاني ليس مع اللجنة الأولمبية. تقدموا شكوى للفيفا؟
احنا مو نقدم الشكوى، قدمنا شكوى ضد الكتابة اللي موجهة سيد جزائر السالاني للاتحاد الدولي. هذا الموضوع حقيقة يعني ممكن ابتدأ لكنه نهايته ما نعرف شلون راح تكون، وراح نتابعه أيضا أولا بأول. كما تعلمون أنه المنتخب الأولمبي يوم غد إن شاء الله سيخوض أولى مبارياته في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو أمام المنتخب الدنماركي، لذلك استطلعنا بعض الآراء عن هذه المباراة. تعالوا معي لنتابع أيضا. أتوقع يعني فريقنا يقدر يعمل شيء في هذه البطولة، أنا ما أقول لك يعني يصعد نهاية أو شيء، لكن على الأقل يروح للأدوار الثانية، وبالتالي إن شاء الله يعني، وإحنا نتوقع يعني إذا مصر عندهم إصابات وإذا لعبوا بطريقة حقيقة يعني جيدة، وأنا أصور المدرب كفو يعني وممكن أنه يوصلهم إلى مرحلة يعني جيدة، لكن أنا ما أتوقع يصعدوا النهاية أو شيء، لا طبعا لا، لكن بنفس الوقت فريق إمكانية جيدة، خبرة دولية عندهم أكثر اللاعبين، تقريبا حوالي 8 لاعبين عندهم منتخب وطني، وبالتالي يعني تعطينا فد أمل أنه نقدر نوصل للمرحلة الثانية. أكيد كل الشارع الرياضي وكل المعنيين بالرياضة، اتحاد كرة القدم وكل مدربين ولاعبين، كلنا متفائلين بالنسبة للمنتخب الأولمبي، لأنه الاستعداد كان عالي جدا ومثالي بشكل كبير، وأعتقد ماكو منتخب حصل على مثل ما حصل عليه المنتخب الأولمبي من معسكرات ومباريات تجريبية جيدة جدا. يعني أغلب نجوم الدوري العراقي هم موجودين الآن مع المنتخب الأولمبي. أكيد مباراتنا مع الدنمارك مباراة حسابات كبيرة يجب على المدرب كابتن عبد الغني الشهد، وهو غني عن التعريف، مدرب كبير ويستطيع واستطاع أن يحصل على بطولة الدوري العراقي، أكيد عنده تجربة كبيرة بهذا المجال. المنتخب الأولمبي بالتأكيد من أفضل اللاعبين الآن الموجودين بالعراق، هم الآن يمثلون المنتخب الأولمبي. نعم المباراة الأولى صعبة جدا لكن مو مستحيلة. المباراة صعبة جدا بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، لكن وفق المعطيات وفق الأمور اللي دخلوا بها المعسكرات والمباريات، أعتقد أنه قلت نسبة يعني الخوف من هذه المباراة، لكن يعني المدارس الأوروبية معروفة للجميع أنه فرقها قوية، فرقها فايتة بطولات كبيرة، احنا أول مرة نشترك في هذه البطولة، فأكيد ستكون مباراة صعبة، لكنه أكيد الأسود قادرين على اجتياز هذا المحنة، والتوقع صعب في هذه المباراة. أعتقد أن المباراة صعبة جدا، وهي مفتاح التأهل للدور الثاني لكلا المنتخبين، المنتخب الوطني، المنتخب الأولمبي أو المنتخب الدنماركي. الصحافة الدنماركية يعني انتقصت كثيرا من المنتخب العراقي، وصفته بأضعف فرق البطولة يعني كافة، لكن الحمد لله رب يعني يعني الكثير من لاعبين منتخب الدنماركي تعرضوا للإصابات، أكو 4 لاعبين من أعمدة منتخب الدنماركي اعتذروا عن المشاركة بالبطولة، استعانوا بلاعبين ناشئين أو لاعبين شباب يلعبون في الدوريات الدنماركية، أيضا اعتذار بعض الأندية من التحاق لاعبيها بالمنتخب الدنماركي، هذا يصب في مصلحة المنتخب الأولمبي. إذن بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي يوم غد، وأعتقد أن المباراة هي مفتاح يعني الطريق للتأهل للمرحلة الثانية إن شاء الله. أيضا حبنوه أنه البرنامج حقيقة مباشر على صفحة البرنامج في الفيسبوك، أكيد اللي ما يقدر يتابعنا يقدر يتابعنا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. هذا اليوم أيضا كاميرا البرنامج تواجدت في مباراة تجريبية ما بين نادي الطلبة ومنتخب الشباب، والتقينا بعضو الملاك الفني مدرب حراس مرمى منتخب الشباب حامد كاظم، وكان إلى هذا التصريح عن منتخب الشباب وتحضيراته لنهائيات آسيا. لنتابع. استعداداتنا جارية لنهائيات آسيا في البحرين، وكنا عمل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله تعيد أمجاد الكرة العراقية. بدأنا استعدادنا الأسبوع الماضي، وبالنسبة لحراس المرمى عندنا 4 حراس مرمى تنافسون للذود بحراسة المرمى منتخب الشباب إن شاء الله. عندنا معسكر الأسبوع القادم من المؤمل يكون في الأردن، وإن شاء الله نحاول نستفاد أكثر فائدة من خلال المعسكر اللي راح نخوض فيه مباراتين مع المنتخب الأولمبي الأردني. إن شاء الله راح نتهيئ بصورة جيدة، وكنا أمل أنه نحقق نتائج متميزة في نهايات آسيا في مملكة البحرين.
أيضا بهذا الصدد ستكون لنا وقفة مع منتخب الشباب إن شاء الله قبل سفره. اليوم إن شاء الله يعني النتيجة كانت متعادلة ما بين الفريقين، صح أبو سجاد؟ نعم تعادلوا حقيقة. أنا شفت يعني شباب ما شاء الله يبشرون بكل الخير سواء في نادي الطلبة أو في منتخب الشباب. الآن دعونا ندخل في تفاصيل موضوعنا المتعلق بآلية الدوري وإقرار الدوري العام عبر تقرير هشام علي. عقب اجتماع دام لأكثر من 3 ساعات عقده أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة المقترحات 3 التي سبق للجنة المسابقات طرحها حول آلية الدوري الممتاز ليستقر القرار بإجرائه وفق نظام الدوري العام، هذا الأمر حسم كل التكهنات التي سبق للوسط الرياضي طرحها وأزاحت المخاوف من الذهاب إلى دوري المجموعات كما حدث في الموسم الماضي. الإصرار على آلية الدوري العام كان واضحا جدا في المؤتمر الذي عقدته لجنة المسابقات في الأيام الماضية، لا سيما وأنها أكدت بأن العودة إلى الدوري العام سيكون كفيلا بإعادة ولو جزء يسيرا من هيبة الكرة العراقية، وبلا شك سيساعد المنتخبات الوطنية في تحقيق قفزات كبيرة من خلال اكتشاف لاعبين جدد يمكن لمدربي المنتخبات الاعتماد عليهم والاستفادة من إمكاناتهم. أما فيما يخص الأندية التي نوهت بأنها ستلعب دور سكين الخاسرة إذا ما قرر الاتحاد أن يكون الدوري بنظام المجموعة الواحدة، فربما سيكون الانسحاب ومصيرهم بحجة عدم امتلاكهم الأموال الكافية التي تسعفهم للوصول إلى النهاية. وفي النهاية هذا القرار يراه الكثيرين بأنه سيغير من شكل الدوري المحلي كثيرا، إلا أنه ما زال حديث الطرح، فهل سيطبق فعلا على أرض الواقع أم أن للأندية المعترضة رأي آخر؟ لبرنامج المدى ستاديوم هشام علي. إذن الحديث طويل بهذا الشأن. أعود لأرحب بضيفي الأستاذ محمد والكابتن أحمد. يمكن أولى ردود الفعل جاءت من نادي كربلاء، وصلني الآن يعني عبر الصفحة أنه نادي كربلاء المكتب الإعلامي يعلن انسحاب نادي كربلاء إذا ما استمرت آلية الدوري العام بسبب الأزمة المالية، وأردف المكتب الإعلامي في بيان أنه هذا الحال ينطبق على الحدود، على نادي الحسين، على نادي الكرخ. لذلك دعونا نبدأ أولا بمسألة إقرار الدوري بالدوري العام، إيجابيات هذه المسألة والمخاوف اللي حقيقة تتولد من انسحاب بعض الأندية وتأثيرها على الدوري بشكل عام. أستاذ محمد شكرا جزيلا لك أستاذ موفق مرة ثانية. حقيقة احنا كنا نطالب الاتحاد العراقي المركزي العام اللي مضى انه دوري عام، لما الاتحاد اصر انه صار مجموعتين لا. اعتقد مشى الدوري بطريقة سلسة، مشى وصعدت 8 فرق واللي فرق تبارت بيناتين، يمكن كابتن احمد كان معانا موجود. العملية صارت مملة حتى هم نفسهم الناس، يوم يصعدون يوم ينزلون المسائل الفنية يعني اللي واعتقد يعني ما كانت بيها ذاك العطاء اللي ينطي الكرة العراقية في الزخم اقوى، يعني ما كان ذاك الاحتكاك مثل لاعب يلعب له 30 مباراة 40 مباراة. كنا نطالب الاتحاد انه دوري عام، لما اجى الاتحاد الان سوى دوري عام ليش دري يعترض؟ مو بس كربلاء راح تطلع، اكيد اكيد بعد انديه هم راح تطلع. انت واني وكابتن احمد نعرف انه اكو اعتراضات. انا اشوف الدوري العام اللي احنا طالبنا به وكل الفرق الجماهيريه والفرق الموجوده اللي بتلعب الان، اشوف الدوري العام كل الزين يعني بيفد فسحه من الوقت، تقدر تاخذ يعني المدربين، هاي بالنسبه للمدرب كادر الفني يقدر ياخذ وقته، يقدر نقدر نحسب حسابات، يعني انت الان يوم تلعب ذهاب واياب احسن ما انه كنا مجموعتين وثمان فرق ونلعبنا مرحله واحده، يعني اللي يوقع وهذا كابتن احمد تاثر بيه هواي، كان يقدم مستوى ولكن يخسر، كان عنده جزء مرحله ثانيه لو لاعبين هاي 8 فرق كان عنده فت فسحه. انا احكي عن الدوري العام بكل، اما انه الباقي الفرق اكيد راح يعترضون واكيد راح يقدمون الاتحاد التماس، واعتقد هاي ما راح تطور. يمكن انا اشوف الاتحاد اذا يظل يصر على موقفه هذا اشوف الاتحاد انا ماشي بالاتجاه الصح مثل ما طالبت الاندية. كابتن احمد يعني انتم من يعني الاندية اللي حقيقة يعني يمكن في وقت ما طالبتوا بدوري المجموعتين
حسب معلوماتي الشخصية، يجوز أني غلطان عموما، لكن احنا نتكلم عن إيجابيات الدوري العام فنيا، كونك مدرب ونادي يعني صعد أو تأهل إلى دوري النخبة، مسألة التعويض حاضرة، مسألة خوض مباريات أكثر، تأهيل اللاعب فنيا، هذه كلها يعني نعرفها من خلالك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع لا تنظر له من جانب فني. نعم. أكيد محصلات الفنية بالنسبة للدوري العام كثيرة، يعني كثير من الأمور أنت راح تحصلها إذا كان الدوري العام ذهاب وإياب، عدد نعم. أكبر من المباريات. نعم. تنافس يكون أقوى بين الفرق، التقاء الفرق الجماهيرية مع بعضها. نعم. بمناسبات كثيرة راح يزيد من حضور الجماهير، إضافة إلى أنه اليوم تنطي فرصة لكل اللاعبين، يعني احنا دور المجموعتين يمكن لأنه العدد قليل من المباريات، أكو كثير من أكو لاعبين توقعهم انت خلال الموسم وما ينالون فرصتهم، ما يحصلون فرصتهم، يعني لاعب يبدي الموسم وانت يمكن ما يلعب لمباراة أو مباراتين، لأنه نعم. عدد المباريات قليل، كل المباريات مضغوطة، كل مباراة تحتاج بها إلى استقرار بالتشكيلة إلى نقاط، عكس الدوري العام، الدوري العام عندك فسحة، عندك مجال للتعويض، إضافة إلى أنه دور المجموعتين ممكن خسارة واحدة تطيح بكل آمالك. نعم. يعني مثل ما شفنا ممكن يمكن قبل سنة أو سنتين نادي الشرطة أضاع الدوري بخسارة واحدة. نعم. وكان يحدث الموسم الماضي مع نادي الزوراء أيضا نفس الحال، لولا أنه فاز في مباراة الفاصلة في مع نفط الوسط. نعم. فهذه كلها أمور سلبيات بدور المجموعتين وإيجابيات بالدوري العام. كل دول العالم جاي تنظم دوري عام، إحنا جاي نبتعد لظروفنا. نعم. البلد صح وضعه مو طبيعي، يمكن تنقل الفرق، وضع البلد العام ما يسمح بإقامة، لكن الاتحاد من السنة الماضية بلغ أنه سنذهب إلى الدور العام الموسم المقبل، ما احترضت الأندية. طبيعي أي قرار اليوم لو الاتحاد قايل نظام ذهاب وإياب، أكو أندية راح تحترض في الدوري. نعم. العام، هذا وضع طبيعي، هذا وضع طبيعي، وضع يعني الرأي والرأي الآخر وضع طبيعي جدا. والمعارضة موجودة الآن الاتحاد بين مطرقة الأندية وسندان المنتخبات. نعم. الاتحاد عليه كيف يرتقي بالمنتخبات الوطنية، كيف يرتقي بكرة القدم العراقية، يجد الطريقة الأمثل. الطريقة الأمثل أنا برأيي كرأي فني أنه نروح للدوري العام حتى لو نمد بالوقت، بس نكسب الجانب الفني لمنتخباتنا وانديتنا ولاعبينا. الجانب الفني يحتاج انه نروح للدوري العام. هذا ايضا يعني يعود بالنفع للادارات، لان الاداره انت الان تتعاقد مع لاعب 100 120 130 مليون يلعب لك 7 مباريات 8 ومع السلامه، يعني نعم هذا ايضا بي يعني فائده كبيره. الان اكو مشكله اخرى، مشكله الملاعب، وانت واحد من الانديه اللي يعني حقيقه تفتقر الى الملاعب، تعتقد انه هذه المشكله راح تاثر اذا اقيم دوري عام؟ استاذ موفق، ما اعتقد مشكله الملعب راح تاثر، جنابك لعبت انت واستاذ احمد خلف لعبت بالزمن السابق، لعبت ملعب يعني هي ملعب الشعب والكشاف، لعبت لو ما لعبت مو مش دوري عام. هسه الان عندنا زين ملعب بغداد، عندنا ملعب الكرخ، عندنا ملعب الصناعه، عندنا ملعب الجويه، عندنا ملعب الشعب، يعني نفط، يعني اكو ملاعب استاذ موفق، يعني انتم لعبتوا بذاك الزمن وكان الدوري يمشي بصوره صحيحه. الان شنو المانع احنا احنا بالنسبه ان قدمنا الى وزاره الشباب كتاب انه هون نلعب ملعب الشعب، تدري الان عندنا تاهيل بملعبنا، يعني حقيقه صرفونا يمكن اعتقد اللجنه الاعمار بوزاره التعليم العالي طلعت درسة شو اسمه راح يسوون ارضيه ويسوون مقصوره. نعم. حاله ما تخلص يعني ما يراد لها فد شو اسمه يعني مقصوره وارضيه، احنا بعد تدري ملعبنا بعد ما سوينا الحجر الاساس ومدينه رياضيه، يمكن كابتن احمد يدري مواكب بي افتتاح الدكتور علي الاديب، اجت هاي الازمه اللي الهبوط اللي نزلت. ملعبكم يحتاج لكثير مو بس تاهيل الارضي، اذا يعني تريدون تقيمون مباراه اكو امور حفظ الامن وسلامة اللاعبين هذه كلها يفتقر. والله ملعبنا استاذ موفق ملعبنا ملعب جميل، يعني اذا تتأهله اذا تتأهله يمكن راح اقول لك افضل من كم ملعب موجود اذا تتأهله بصوره صحيحه. نعم. عيني بس احنا تدري الاموال الان تدري الدوله وضع مربك الان كل الفرق هسه كل أكيد. انا دا اقول لك يا يمكن كابتن احمد يوافقنا الراي، الوضع الان الوضع العام كله مربك، واحنا تعاقدنا ويا لاعبين والان ما نعرف شنو 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 الامور راح تصير. اما بالنسبه للملاعب وما ملعب يعني قدمنا لوزاره الشباب طلب، واعتقد الدكتور علاء عبد القادر مدير عام التربيه البدنيه انه وعد انه ينطي باجر رمزي
الملعب الشعبي الى نادي الطلبه ونادي الشرطه والشرطه. نعم. اعتقد يعني ام الناس موافقين. انتم مع هذا؟ لازم، ما عندنا غير هالخيار يصير موفق. نعم. وين نروح يعني نلعب؟ يعني ما عندنا غير خيار، لازم نلعب. تدري انت هاي انديه ذات كبار ذات مثلا طلبه يعني ايضا هذا لازم تضعوه بحساباتكم الماليه هذا الموسم. بالتاكيد استاذ موفق لازم هذا يكون عندنا، يعني احنا ما نجي نناقض من منظار واحد، احنا رباط كلامنا كله يعني مثل ما تقول الملاعب. نعم. ملاعب انا جاوبتك جنابكم كلكم لعبتوا. نعم. يعني كلكم ما شاء الله اساتذه. اذا مو مشكله، مو معضله، مو لا احد يتحدد. لا ستجاوبتني بدون ما اقول لك، قلت لعبنا على الكشاف وعلى الشعر. نعم. الان كم ملعب عندنا؟ سته ببغداد. هاي بس ببغداد. خلي يوم يلعبون استاذ احمد وثاني يوم يلعبون مجموعه واحده. رئيس لجنه المسابقات في وقت سابق قال مشكلتنا بملاعب بغداد. رئيس لجنه قال مشكلتنا بالملاعب. بالعكس انا اشوف انه في بغداد تحديدا. لا لا انا حتى ببغداد. نعم. اليوم انت يمكن هي 10 فرق من بغداد و10 فرق من المحافظات. نعم. المحافظات كلها تمتلك ملاعب بالاطلاق. ماكو كلها كل. نعم. المحافظات. نعم. وملاعب افضل من السابق بكثير. نعم. بغداد اليوم عنده 7 ملاعب الى 8 ملاعب، لا حتى نادي الحسين المتاهل عنده ملعبه بال 5000. يعني ما عندنا مشكله ملاعب، بس عندنا مشكلة نظام الملاعب، نظام بالملاعب. تمام. احنا نخاف من اذا كثرت عدد المباريات ممكن تكثر عدد المشاكل. تعرف ملاعبنا بها الوضع الامني ضعيف، كل ملاعبنا ما محمية اغلبها، فلذلك اعتقد هو هذا التخوف. اليوم اغلب المشاكل اللي نتحدث عنها عن دوري باي آلية هي مشاكل ادارية مو مشاكل فنية. صح. يعني سواء مشكلة جماهير، سواء مشكلة امن، سواء مشكلة أرضيات، كلها هي مشاكل إدارية قابلة للحل. يعني مو معضلات، ما تمنع أنه يقام الدوري ذهاب وإياب. نعم. المشكلة الوحيدة هي مسألة الوقت والمشاركة الخارجية والعطل والمناسبات، وهذه ممكن يتغلب عليها لجنة المسابقة إذا وضعت آلية صحيحة. تعتقد أنه الاتحاد سيبقى مصرا على رأيه بإقامة الدوري العام؟ والله احنا المفروض احنا الأندية ندعم الاتحاد، طالما الاتحاد احنا طالبنا بذاك الدوري انه دوري عام المفروض احنا، بس المطلوب اثباته ما اعتقد راح تصير. ما تعتقد؟ يعني ما اعتقد. ما تعتقد؟ لانه راح تصير ضغوطات. نعم. راح كثير من الانديه يقول لك احنا يعني تدري تكلفنا، اني مع الانديه مع كربلاء انه الناس والسماوه والكارخ والحسين والحدود والحدود اني معاهم، ما اقول لك لا مو معاهم، بس تدري هذا مصلحه كره عراقيه. الان استاذ موفق ما عندنا مواهب، عندي شوف يعني مثل ما تفضل استاذ احمد. صح. يعني قد كم لعبه دنا بس يرد لنا موهبه تطلع بالعراق، ما تطلع موهبه يعني موهبه حقيقيه. نعم. يعني تقدر تقول عندنا مثلا الشخص فلان مثل ما كان سابقا، عندنا مثلا نجوم كثيره الان يجوز موجوده الموهبه بس ما نعرف وينها. ما لها فرصه استاذ موفق عيني حبيبي تخاف، يعني احنا الانديه الجماهيريه استاذ احمد يدري الان استاذ احمد هسه رجال استاذ ما اريد اقول كل ساعه استاذ احمد اخوي، انه احنا انديه مطالبين. نعم. يعني تجيب شاب تبتلع على عمرك، تجيب لاعب سوبر يراد له مبالغ هوايه. نعم. يعني ولو هسه كله ماكو سوبر، شنو سوبر بعد؟ هي كلهم موضعين بس كلها صارت كروني مو استاذ احمد؟ ها؟ اي ماكو وراء جيل 2007 ما ظهرت لنا موهبه حقيقيه بالعراق. نعم. وراء جيل 2007 انطيني هسه موهبه انه طلع مثلا لاعب باستثناء علي عدنان وباستثناء يمكن برغام عبد القادر لا نعم. يعني ما تظهر استاذ. نعم. لا تقول لي عبد القادر على عيني وراسي، عبد القادر لاعب شاب ولاعب عندنا وقدم اللي عليه، بس انت يظهر للعربيه. نعم. استاذ يحكي على الفلته. نعم. فلته اريد. نعم. واحد يعني. نعم. شلون مثلا انتم كنتوا فلته، يعني احنا نظل يونس هوار باسم مهدي، ما اريد لنا واحد اثنين ثلاثه مثل ذولا يمثلون هذا، خلانا نرفع راسنا من نطلع نقول يابا عندنا هيك. هسه علي عدنان رفعت راس، ضرغام رفعت راس، علي حصني اجى هسه بتركيا. صح. يعني هذا ينفعنا. علي حصني، علي فائز، علي يعني ذولا يعني ذولا اولادنا، يعني من يطلعون احنا نتباهى نقول عندنا لاعبين فلان. هسه ما عندنا ورا جيل 2007 يراد يعني نعول على الكابتن عبد الغني شهد. اذا تعتقد انه الدوري العام من الممكن انه يعني تطوير كرة القدم العراقية ممكن نكتشف مواهب أخرى، لأنه من اللاعب يلعب 38 مباراة 38 أسبوع بالتأكيد أكو مسألة تعويض، أكو نفس طويل، أكو تأهيل فني. تعتقد ممكن أنه الأندية تخرج مواهب، حتى أكو لاعبين مغمورين في دور المجموعات لا يمكن أنه يلعب له 7 8 تكتشف هذا؟
اي هذا الكلام اللي تقوله هو هذا الكلام الصحيح. يعني يقدر المدرب راح من خلال كم لعبه يكتشف له كم لاعب كانوا مو بباله, يعني مو بحسبانه يعني لا. ولا حاطه على البال, يجوز بلعبه لعبتين يعني يشوفه, يعني هذا راح يظهر المستوى. بس انت قل لي احنا راح نصمت هسه هاي الشغله راح نصمت. هو انا اريد اعرف انت الان تكلم على نادي الطلبه, انا اتكلم عن نادي الطلبه, اتكلم على دوري عام. في الكادر الفني يعني حسب ما تحدث اليوم الكادر. ما شاء الله شفت نادي الطلبة تشكيلتين شبابية ما شاء الله, يعني غير النجوم اللي أنا ما قلت شيء عموما لا هو طلابي اي اعرف. عموما كابتن احمد, تعتقد ان الانسحابات ستؤثر فنيا على مستوى الدوري اذا انسحبت؟ لا هو تعقيبا على كلام ابو سجاد, هي هذه هي اثبات ذات لقرارات الاتحاد. نعم الاتحاد المفروض عليه انه يستمر في قراره, لانه احنا اليوم نحتاج الى قرار حازم. نعم قلت لك الاتحاد احتار ويا الانديه, يسوي دوري عام ما يرضون, يسوي دوري مجموعات ما يرضون, فما ممكن يرضي الكل. فهي هاي فرصة لإثبات الذات بالنسبة لقرارة الاتحاد. لا. حتى الشارع الرياضي المتابع الرياضي يلتمس الثقة بقرارة الاتحاد, تكون قرارات ملزمة على الجميع. كل العالم تنادي, إعلام رياضي وسط رياضي كلها تنادي بالدوري العام. ال- 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 الأندية عليها أن تبين موقفها. شوف هذا احنا هذا موضوع الانسحابات ترى هذا كله تعلمنا على موضوع تهديدات. صح. يعني موضوع أنه أنا أقول هاي الكلمة هو بالتالي راح ينصاع لقرار الاتحاد, وسيلة ضغط هو بالتالي لازم ينصاع. وهي المشكلة الاتحاد. وين المشكلة يعني الآن المتداول يقول لك انه الامر بيد الاندية وليس بيد لا 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 لا, لا. الدكتور موفق المسؤول عن نعم. تطوير الكرة العراقية للاتحاد ما حد يحاسب الاندية, هو دوره تنظيم المسابقة تطوير مو؟ يعني اتحاد اذا استاذ موفق الاتحاد لا صدر بيان نعم. وقال شو اسمه احنا الاندية نعم. إيه راح نقول له لا كل الاندية طير كل الاندية يعني قانون يقول لك انت انا اعطيت الجدول مالتي ومفروض تمشون عليه. ما هو كثير من الانديه انا متاكد راح هسه يجوز هسه ابو كربلاء هذا اول ابو كربلاء أول واقعي أول رجل أول. واقعي نعم. انا ما اقول له رجل واقعي يعني كلام تكلم به, بس احنا قل لي استاذ موفق الان كم نادي العام قعد 3 اشهر واحنا نلعب؟ كثير اغلب من نص الانديه ايش قد دافعين رؤوس اموال احنا؟ كل الأندية طلعت يعني قعدت ما كل عباد قبل 3 اشهر هو قاعد اللاعب, شو استفاد اللاعب بيه؟ بينما انت ذا دوري عام لاعب راح يضل بالفورمة. يقول لك احنا ما عندنا يعني نفس مطاولة من ناحية مادية وليس فنية. هو هنا الموضوع الأندية نعم الأندية الأندية ترى كل أندية جاي تدفع عقود لاعبين. يعني انا اعتقد اليوم هسه يضرب ابو سجاد مباراة بالبصرة ايش قد تكلف النادي؟ يعني تكلف 10 ملايين مثلا, يعني ممكن الطلبة يحصلها من إيراد مباراة واحدة. الأندية الجماهيرية ما حتى أندية المحافظات اليوم ترى موضوع الأندية الجماهيرية ما يقتصر على أندية بغداد. نعم تروح الكربلاء الملعب من لا المحافظات كلها جماهيرية يعني كلها جاي تحصل وارد من إيراد المباريات. نعم فأعتقد هذا الموضوع مو عذر أنه يمنع النادي ما يشارك بالدور لأنه صح ممكن, ولكن بالتالي الأندية راح كل الأندية مثل ما قلت هي مسألة ورقة الضغط, بالتالي هي راح ترضخ لقرار الاتحاد. ولكن على الاتحاد من الآن يصر على قراره أن يشكل ورشة عمل ويبعث للأندية كتب رسمية بقراراته بآلية المسابقة. نعم. بالمباريات بالجدول. حتى اليوم احنا من باب فني اليوم أنا كمدرب ويعني انت يعني تعرف أبني منهاج على ضوء مسابقة الاتحاد. اليوم انا الاتحاد اعلمني 15-9 انا وقتت مباريات التجريبية معسكري كل أموري, ما اجي بعد اني بعد المعسكر وتفاجئ اني بعد شهر يلا يبدا الدوري. نعم. حتصير خربط حتى بالمباريات. مباريات المفروض اليوم من الان تبدا لجنه المسابقات باعداد كافه المباريات من اول مباراه لنهايه الدوري معروفه كل العطل معروفه المشاركات. الان انا اريد اسالكم ايضا ثلاث مقترحات قدمتها لجنه المسابقات. يعني ان تجري كل 4 ايام مباراه, كل 5 ايام, كل 6 ايام, أيهم أفضل بالنسبة للأندية؟ والله الجانب الفني أنا أشوف كابتن أحمد يتكلم عنه. كابتن طيب. الجانب الفني هذا. نعم. جانب فني يعني. نعم. هذا يعني أنا جانب والله إداري. والله 5 أيام مناسب جدا, حتى لو مو 5 أيام. اليوم أنت أسبوع لعبني مباراتين وأسبوع مباراة واحدة, أعتقد ما راح تتمد بيها لشهر 7, تخلصني بالسادس أرتضي.
والعب دوري عام واستفاد منه فائده فنيه. بس انت اللي يقتلنا هو موضوع التاجيلات. نعم. يعني احنا ناجل ناجل مثلا لمنتخب الشباب شهرين، ناجل لمنتخب الوطني شهر. المفروض نلتزم. سمع الجبار في احد القنوات قبل فتره قال انه راح يطلع عندنا تصريح الان. قال انه هذه ما بيها 10 ايام فقط يتوقف كل الدوري. معلومه يعني 10 ايام معلومه صارت، وضع معلوم لكل الانديه ومعلوم لدى لجنه المسابقات حتى تحدد عدد المباريات. اشوف انا انه 5 ايام ينطي فرصه للسفر من محافظه الى اخرى، ينطي فرصه للانديه انه لعبات محافظات يعني. نعم. كل الادوار بها سفر بالنسبه للمحافظه المحافظه. نعم. فاعتقد 5 ايام وقت مثالي جدا للوضع الفني للمباريات، واعتقد 5 ايام طبيعي كل العالم يلعب باوروبا يلعبون بالاسبوع مباراتين، وضع طبيعي جدا. تمام. راح تطالبون كأندية بكراس ثابت ومحدد؟ راح مثلا كأندية تحاسبون الاتحاد اذا ما يعني كان تأجيل؟ وانتو ليش تضحكوا بزجد؟ اقول لانه هذه سياسة نادي انت راح ترسمها على اساس مثل ما هو فنيا انت الآن اداريا. الان المفروض والمطلوب. نعم. اثباته. نعم. المفروض انه الاتحاد عاد كراس. نعم. بس المطلوب اثباته من يوصلنا الكراس احنا راح المفروض هذا احنا نطالب به. بس تدري الان هسه انت حكيت راح تجتمعون مع اتحاد الكره مثلا اذا دعاكم الى اجتماع طالبون. لازم راح نجتمع، راح يدزون علينا انديه تنسحب وانديه شو اسمه بوس عمك بوس خالك، واحنا راح نكون ابو سجاد يلمح انه ما ممكن يمشي الدوري بنظام الذهاب والاياب. اني ولا الذهاب والاياب يعني دا اتخيل الكلام هذا استاذ، هذا الواقع دا احكي لك. نعم. بعدين نعم. صارت ضغوطات ترى مو بس. نعم. بس احنا مع الاتحاد. نعم. انا مع قرار استاذ علي جبار انه الدوري في دوري عام ذهاب. نعم. واياب. طيب. ولكن نعم ولكن ولكن اذا ضغوطات صارت على الاتحاد اعتقد راح تتبدل الامور. طيب انا راح اقرا كم رساله، هواي رسائل جتي، اقرا كم رساله حتى نطلع باستطلاع تشوفون يعني اخذنا استطلاع اعضاء اتحاد الكره بعد الاجتماع اللي يعني انتهى قبل قليل. الكابتن رمضان الزبيدي تحياته لكم، يقول إقامة الدوري وفق نظام الدوري العام يصب في مصلحة الكرة العراقية، لأن إقامة الدوري على مجموعتين كارثة حقيقية تتمثل في أن الموسم عبارة عن 18 مباراة للاعب الذي يلعب جميع المباريات دون إصابة ودون مرض، هذا مستحيل. مع هذا لو تحسب الزمن اللعب الفعلي لكل لاعب حسب الدوريات الأوروبية هو 3 دقائق، وهذا يعني أن كل لاعب بالعراق لعب خلال الموسم المزعوم 18 مباراة في 3 دقائق، زمن اللعب لكل لاعب 54، حاسبها تمام 54 دقيقة فقط، في حين أن هذا الزمن يرتفع في دول مثل السعودية وإيران 160 دقيقة خلال الموسم، وهذا فارق كبير بسبب فارق عدد المباريات بين الدوريات المجاورة. الأخ غسان يقول الدوري العام هو أفضل بالطبع بفضل تقليص الأندية إلى 16 ناديا مع وجود 8 ملاعب صالحة للعب. كربلاء يعاني أزمة مالية من 3 مواسم، الاقتداء بإدارة النجف بتأهيل أرضية الملعب وإضافة مدرجات وساعة إلكترونية، تأهيل ملاعب الطلبة الجوية أهم من تعاقدات مع اللاعبين بمبالغ كبيرة. الزميل همام طارح سؤال، ما هي الحلول المثلى لإرضاء جميع الأندية؟ هذا بعد الاستطلاع إذا تحبون تجاوبون. الحلول المثلى لإرضاء جميع الأندية بأن تشارك في الدوري العام، وهل سيكون الاتحاد قادر على إخراج دوري بأبهى صورة وسط التقشف المادي الذي أثر على الحكام والأمور التنظيمية والفنية؟ الأخ نبيل البياتي، المواهب ولاعبي الفلتة من دوري الناشئين، هذا يمكن يعقب على كلام أستاذ محمد، من دوري الناشئين الأشبال والشباب، إذا الاتحاد لم يقم بطولات لهذه الفئات لن يخرج لاعب موهوب. صح. هذا صح صحيح جدا. كلنا نتفق جميعا. دعونا الآن نتابع الاستطلاع مع أعضاء اتحاد الكرة ورأيهم بشأن الدوري العام، ثم بعدها نعود. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع. الاجتماع خصص اليوم لمناقشة آلية الدوري. مثل ما تعرف لجنة المسابقات قدمت 3 مقترحات، مفاد المقترحات انه 3 للدوري عام، لكن الايام تختلف بين مقترح واخر. ناقشنا كل مقترح
بتمعن وبتأني يعني لفترة طويلة جدا، وبالتالي وقع الاختيار على المقترح الثالث اللي هو دوري عام من 20 فريق تتبار الأندية فيه على أيام مختلفة، يعني نادي 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، وبالتالي راح يكون دوري موسم 2016-2017 هو الدوري العام من 20 فريق. 15-9 تعرف عندنا مشاركات، 6-9 احنا بعدنا في استراليا، أقول عفو في ماليزيا مع الفريق السعودي، 1-9 عندنا مع استراليا، فأعتقد الأمور إن شاء الله ماشية بالسكة الصحيحة. الاتحاد أخذ وقت كبير جدا ووقت كافي أعتقد، ناقش بكل التفاصيل، نعم كان أكو تخوف من بعض أعضاء الاتحاد من أنه ممكن أنه الدوري قد ننجر إلى وقت أكثر من الوقت المحدد، لا بسبب أنه الأوضاع اللي موجودة البلد يعني ما تسير بوتيرة واحدة أو بأريحية من حيث أنه أنت تحدد موعد وبالتالي تلتزم به، لأنه هذا يكون الأول والأخير المسؤول عن الاتحاد. لكن اليوم الاتحاد يعني اعتقد انه القرار مالته كان قرار يعني جريء، عليه ان يتحمل مسؤولية هذا القرار، وبالتالي عليه انه يعني يكون حازم في تمشية اي مباراة الدوري بالمواعيد اللي حددها. تحدث عن النوايا اللي هي عادة فريق الصناعة على الدوري الممتاز، يعني ردك على الموضوع. شوف يعني الحمد لله والشكر، يعني انا الوحيد تقريبا، انا طبعا يعني يزيدني شرف انه انا يعني أمين سر نادي الصناعة، وأنه أتمنى نادي يكون بالدوري الممتاز، لكن إحنا رياضيين ونعرف منطق كرة القدم وقوانين كرة القدم، بالتالي أنه استحقاق نادي الصناعة أنه نزل هذا الموسم، وبالتالي لا يمكن أنه نقفز فوق القانون. إذن شاهدنا واستمعنا لآراء أعضاء اتحاد الكرة، البعض تحدث عن يعني مصلحة بعض أعضاء الكرة كونهم أمناء سر ورؤساء أندية بأن الدوري سيقام على مجموعتين، القرار هذا نسب كل التوقعات، وإن شاء الله يبقى الاتحاد مصر على هذا الرأي. راح نشاهد رأي أمانة نادي أمانة بغداد بالأنسب فنياً لدوري الكرة، ثم بعدها أيضا نعود لضيفي الحلقة، تعالوا معي لنتابع. إدارة نادي أمانة بغداد يعني عندما طرح موضوع احتمالية التسريبات أن يكون دوري مجموعات أو دوري عام من 24 أو، فكان هناك يعني اجتماع مع الإخوان المدربين كابتن أحمد خلف وكابتن وسام وكابتن نور عبد الزيد وكذلك مدرب لياقة، فأكيد كان القرار باتجاه يعني من الناحية الفنية أن يكون يعني باتجاه الدوري العام، لأن ماكو خلاف على أنه الدوري العام يعني هو يعني يؤدي إلى يعني فائدة كبيرة إلى تعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبين، وكذلك أعطى فرصة كبيرة للاعبين وكذلك للمدربين، وإحنا مع أكيد إدارة نادي أمانة بغداد مع القرار الذي يتخذ من قبل اتحاد العراق المركزي، ومع رغم يعني ان يعني اعتقد هناك بعض المشاكل وبعض الاشكالات سوف تحدث اذا في حال تم الاصرار على ان يكون الدوري دوري عام من الناحيه الماديه وكذلك من ناحيه الملاعب. نظام الدوري العام بفائده للكره العراقيه، مباريات اكثر اكيد راح تبرز به لاعبين اكثر، الفرق راح تتساوى يعني تتساوى كل الفرق الادفانتج مالها، راح تلعب ذهاب واياب بالمباريات، نظام المجموعتين يخدم فرق ويضل فرق. العالم كله يشتغل على دوري العام، يعني اللاعب يلعب بالموسم على الاقل 40 مباراة يلا يكون بالفورما نسميه، بس احنا ظروف استثنائيه، الاتحاد العراقي لجنه المسابقات تتخلي نظام المجموعات. تحياتنا للجميع سواء اعضاء اتحاد الكره او الملاك الفني وامين سر نادي امانه بغداد، الجميع تقريبا مع الدوري العام. يمكن القرار هذا والتصريحات لأعضاء اتحاد الكرة مثل ما أسلفت بكلامي نسف توقعات البعض بأنه بعض الأعضاء سيلجأ إلى فرض مسألة دوري المجموعتين لأنه نادي يشترك وكذا، فالأمور الآن اختلفت، الأمور الآن اختلفت، وأعود وأكرر المسألة الآن الأندية إذا انسحبت، إذا انسحبت والدوري بقى مثلا 12 إلى 14 فريق، هل أنتم مع أم ضد؟ لا مع. مع مع فنيا كابتن أحمد، إحنا قلنا مثلا 18 مباراة 18 فريق
19 فريق عفوا كل دور 19 دور 38 مباراة. الان اذا ما تقلص عدد الفرق طبيعي الوضع يمكن المنافسه اقوى تصير اقوى، لانه اليوم متوقع ممكن ينسحب بنص الدوري، وهذه كارثه راح يدخلنا باشكالات كيف احتساب النقاط واشكالات المباريات اللي لعبها. نعم. وراح يعني يجبر الاتحاد على اتخاذ قرارات صارمه، وهذا احنا ما نريده. احنا مو ضد الانديه، او المفروض الكل اللي كل تنادي بالوطن المفروض تنظر الى مصلحه الوطن. نعم. مصلحه الوطن بالذهاب الى الدوري العام. احنا مو نقول كنا عراقيين ووطنيين وهذا، هسه الاتحاد يقول لك يا بل انا مسؤول عن المنتخبات، امشي بدوري عام وخلاص انتهى الموضوع. موضوعات الانسحابات واردة لأنه لها سابقة، وسابقة مرت مرور الكرام، يعني كثير من الأندية العام الأندية انسحبت وبدون هذا أيضا إجا علي السؤال حقيقة من الأخ محمد، أنا ما يعني ما عندي جواب، ممكن أنه نتابعه بسؤال أعضاء اتحاد الكرة، ده يسأل بشأن ناديي دهوك والصناعة. يعني دهوك العام انسحب، ويعني القرار ما صدر، ممكن انه نتابع هذا الموضوع. احنا ايضا انا اتكلم الان على نادي الطلبة واعداده على وفق الدوري العام، هل سيختلف عن اعداده وفق دوري المجموعتين ام سيستمر كما هو مثل ما خطط الكابتن ايوب؟ بالتأكيد يختلف، يعني الدوري العام يختلف عن الدوري المجموعتين. يعني تدري الدوري العام تدري مدربين، قلت لك هاي امور فنية، مدرب يحط جدول مالته ويحط الجسم التوقيتات ويحط المعسكر مالته، يحط اللعبات التجريبيه. نعم. ما تفضل الكابتن احمد خلف، انا في بدايه الامر اشد على انه على ازر اعضاء الاتحاد، يعني لغه الانديه مالتهم. نعم. او النادويه مثل ما يقولون، انه راحوا باتجاه الدوري العام، مثل الاستاذ كامل صغير، مثل الاستاذ امين سر نادي الصناعه، فالح موسى علي جبار. نعم. علي جبار. نعم. يعني المفروض احنا نساعد الناس هسه بالاتحاد، لا نوقف حجر عثره وبعدين باكر عقبه احنا نطلع وكنا نقعد بقاعه ونصوت. نعم. على مجموعتين. اتمنى انه يمشي دوري عام مثل ما تفضل زميلي. نعم. كابتن احمد يمشي، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفق الفرق كلها، وهي كلها ترى كلها هي الماده. لا لا المطلق. وانت استاذ محمد، يعني دوري المجموعات حتى صار يعني ملل حقيقي. ملل يعني جربوا الدوري العام اللي احنا كنا حقيقه دوري يزهو من كان دوري عام، لانه مباريات كثيره، جمهور يحضر. هو مو تجريب الدوري العام، هو الدوري العام الاساس، الاساس الدوري العام. لا. بس احنا جربنا دوري المجموعات، دوري المجموعات ما استفادينا منه ولا فنية. استفادينا منه لاعبنا ما جاي يقدر يجاري لاعبين الدول المجاوره فنيا. يعني احنا لعبه واحده يا كابتن احمد، لعبه واحده انه مع نفط الوسط. نعم. تعادلنا وياهم راح الدوري منهم. لعبه واحده صحيح، تعادلنا وياهم بالش اسمه بالنجف، اجى الزوراء غلبهم، كان بينما اكو فرق فد 3 نقاط يمكن اعتقد كان بيناتهم. احنا تعادلنا معاهم، الزوراء فاز، راح الزوراء انفرد. حتى اليوم انت من عندك 18 مباراه كل الموسم. لا. ما تحتاج يمكن اكثر من 15 لاعب في دوري عقود. زين الباقيين وين توديهم؟ يعني انا عندي لاعبين السنه الماضيه ما اخذوا فرصتهم لان عدد المباريات قليله. صحيح. بينما اليوم هسه انت سؤالك لابو سجاد، انت المدرب ايش راح يسوي؟ نعم. اذا دوري عام او دوري مجموعات، هسه اول شيء انا مثلا يحتاج لعدد اكبر من اللاعب. بالضبط. لانه انت راح يكون عندك مباريات كثيره، اصابات كثيره، حرمان، فيحتاج لك عدد اكبر من اللاعبين. هو الاعداد نفس الاعداد. نعم. لان انت راح تلعب دوري بكل الاحوال. اكيد. ال- 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 وين المعضله؟ المعضله بالتوقيت. يعني مثلا احنا اليوم مبلغين انه 15/9. نعم. احنا دنعد فرقنا ل 15/9 بدايه الدوري. صح. ما عندنا لا مشاركات منتخبات، يمكن عندنا فقط القوه الجويه، يمكن عنده مباراه يوم 11 او 13 ما اعرف بالتاريخ، ممكن تندفع مباراته ويمشي الدوري ب 15. ايضا هناك مشكله بالتوقيتات صراحه، وهذا الاتحاد مو مسؤول عنها. يعني اليوم احنا لا نحمل الاتحاد، اليوم مثلا مظاهرات وانقطعت الشوارع. نعم. ايش ومباريات، يعني الاتحاد شنو ذنبه بهذا الموضوع؟ ما له ذنب. فهو المفروض يعني لجنة المسابقات حتى تحسب الحالات الطارئة، يعني تخلي لها فد وقت معين. هي مبدئيا لجنة المسابقات ما طول أقرت الدوري العام واقترحت 3 مقترحات، بالتأكيد حاسب حساب يعني حتى هذه الأمور المفروض تحسبها، المناسبات الدينية،
العطل والمشاركات، هذه كلها بالتاكيد تكون الدكتور اكو ثوابت، هاي الثوابت كنا نعرفها كل سنه موجوده. نعم. الزيارات، المناسبات الدينيه، لا بس اكو الحالات الطارئه. الحالات الطارئه على لجنه المسابقات ان تخلي وقت فائض. نعم. بمجال انه اذا صار فت حدث طارئ توقف الدوري، تاجل لسبب معين، ممكن هذا الوقت يسعفها دكتور، يعني تحشر المباريات. نعم. كانت سابقا يعني تدري تذكرها انت كنت لعبتوها، كانت تبدي بطوله من 8 فرق قبل الدوري. نعم. تتذكرها؟ صح. معارف. المفروض احنا المفروض يعني الفرق الثمانيه تبارى بيناتها قبل بدايه الدوري. انت تدعي الى انه ايضا زياده عدد المباريات للفائده بطولات الكاس. نعم. افعلها. نعم. العام احنا ما اخذنا دورنا، يمكن بغداد ما اخذوا دورهم. نعم. افعل بطوله الكاس، ليش احنا نظل طول عمرنا يعني هاي والله. بس مثل ما تفضل زميلي احمد انه الايام والعطل الرسميه، تدري عندنا مناسبات دينيه كثيره احنا وكثير قطع، مش هسه نوبات نحكي على الاتحاد، يقول لك مثلا ابو سجاد نزل على الاتحاد، خاف يعاقبونا سنه الاخرى. هذا يذكرنا بالعقوبات. خاف هو سوابق. انا سوابق الحمد لله وشكر بالحق. بس هسه انا ويا الاتحاد، هذا قرار اتحاد، قرار شجاع. نعم. بس كون يظل ثابت على رايه، لا يزعزع. انا اشوفه يعني خطوه جيده. احنا الان كانوا يعني قلت لك يلعبون قد كان 16 فريق لو 14 فريق بذيك الفتره؟ 14 صارت بس 14. كم لعبه استاذ احمد لاعب انت بالطلبه من كنت 14 فريق؟ اكو موسم وصلنا 12، اكو 12 واكو 18 واكو 16، اكو مو 3 مراحل سوت. كم لعبه لعبتوا؟ بالضبط كم لعبه لعبتوا؟ هسه كم لعبه؟ 4 مراحل. كم لعبه هسه نلعب احنا يا اخي؟ مو دا اقول لك يعني احنا المفروض هسه نصير ويا الاتحاد يعني صف واحد، لا مو يعني اصدقاء. نعم. صف بقراراتهم، هي قرارات صحيحه اخذتها. نعم. اليوم اللجنه يعني اني احييهم ونطالبهم بالاستمرار، والانديه اللي تعترض على عيننا وراسنا كل واحد يقدم وجهه نظر، هي كلها استاذ موفق المال. نعم. كلها ترجع على المال، المال عصب الحياه. الفرق اليوم كربله معقوله ما يقدر مجلس محافظه يدعمه؟ يعانون صار من 4 سنين كربله يعانون. السماوه يعني اكو فرق يعني كثيره، احنا هسه ما نقول يعني الحمد لله والشكر نقدر نمشي امورنا. نعم. ولو انديه جماهيريه مطالبين باخذ الدوري، صار لنا تلزمه وقال لك صار لك 13 سنه واحنا صار لنا 7 سنين، انا بالنسبه لي 7 سنين. نعم. مو 13 سنه شمت القوه. بس انت احنا مره اخذنا المركز الثاني، يمكن كان موجود الكابتن احمد، ويمكن مره اخذنا المركز الثالث، ومره اخذنا المركز الرابع، وهذا اخذنا المركز الثالث. يعني مدى نحظى بالاول. نعم. بركه السنه نحظى بالاول ان شاء الله. انت شفت اليوم الفريق؟ نعم. يعني ما أنا ما شاء الله يبشر بخير يعني قبل نحسدكم. هو دكتور ترى مو بس يحكي انه عدد مباريات، لا لا, لا بدور المجموعات ممكن اقطاب الكره العراقيه ما تلتقي. يعني هو حلاوه الدوري انه تلتقي هذه الاقطاب في اكثر من مباراه، يعني حتى تكون لا التعويض وارد في دوري العام. بالضبط. التعويض وارد كابتن. انتم ظلمتوا. أيوه. انتم بدور هاي البطوله ما صارت 8 فرق طبعا انظلمتوا انتم. يعني احنا انظلمنا، لعبنا اول لعبه ويا من يعني اقوى لعبه لعبناها ويا الشرطه خسرنا، وبعدين جينا ويا الجويه ويا الزوراء، يعني لعبه ورا لعبه اخر شيء. يعني ما مو بس هاي دكتور، دور المجموعات ما يحقق العداله لكل الفرق. بالضبط. يعني ماكو عداله لكل، يعني مثلا هسه قال ابو سجاد السنه الماضيه يمكن احنا لو المباريات في ملعبنا مباريات النخبه اقصد يمكن الامور تختلف صح، يمكن ما نجي ثامن، يمكن اكو مباريات كثيره. لا. فمبدا الذهاب والاياب دوري عام هو اللي يحقق العداله لكل الفرق، يعني هذا وضع. طيب قبل ان ناخذ فقرات الى من يهمه الامر والكارتات، الصديق انمار رشيد يقول تحياتي لكم، قرار صائب للاتحاد ويصب في مصلحه الجميع، لكن اسئله تطرح نفسها للجميع ايضا، هل سنشاهد في نهايه الدوري كل الانديه ام جزء من الانديه؟ هل الاتحاد لديه القوه في الثبات على قراره؟ الله اعلم. هذه يعني فرصه للاتحاد. آه. نعم. فرصه أكيد. للاتحاد لاثبات قوه القرار. اكيد هذه فرصه. اذا خلونا نشاهد فقره الى من يهمه الامر اولا، ثم بعدها الكارتات. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع. أقدم رسالة للاتحاد العراقي لجنة المسابقات، يعني أنا أقول الله يساعدهم، يعني إذا يعطون دوري عام الفرق تنسحب، فرق ما عندها إمكانية، يسوي دوري مجموعتين فرق الجماهير الأربعة تنسحب. إحنا لحد هذه اللحظة أقول أني ماكو قانون، يعني بالبلد بشكل عام ماكو قانون، حتى بالرياضة ماكو قانون، يعني الاتحاد العراقي ما يقدر يتخذ قرار،
لحد هاي اللحظه انت انا مشرف على الفريق ما اعرف اليه الدوري. اليوم تعاقدت ويا اللاعبين اني ما اعرف اليه الدوري شنو. اذا مجموعتين انا اريد لاعبين قليلين، اذا دوري عام احتاج الى لاعبين. تعرف انت عندك معسكر وهسه البلد يمر كله بتقشف، يعني هاي كلها امور لازم يحددها الاتحاد العراقي. انا اتفق مع كلام مشتاق حقيقه، المدير الاداري لنادي النفط واقعي جدا جدا. ابو حمزه مهداوي يسالك يقول يعني محييكم طبعا، يقول ما هو موقف الاداره من يونس محمود وهل سيلعب للطلب هذا الموسم؟ بعد ما اعرف هذه شنو ابو حمزه، ها بعد ما تردد ذلك اخيرا. والله اوجه له التحيه اللي يحضرها هاي مهداوي. حقيقه يعني يونس محمود الباب مفتوح له، نعم شوكت ما يجي ابو ذنون نادي ناديه، يعني ما يراد له هو دعوه، ما يراد له ناديه، يعني يونس محمود اللاعبين اللي يخدموا العراق يعني ما يختلفون عليه اثنين. المفروض ما كان بيوم هيك، المفروض كانوا يعني يونس محمود يقيمونه ياخذونه باحد المنتخبات، تدري تاريخ عمره وينهي. هذا ما اقدر اني ابدي باقي اذا مع الطلبه وسيمثل الطلبه هذا الموسم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. إيه لو لا. يعني لا هو موجود لو ما موجود ويا الفريق كلاعب الان؟ نعم لا موجود، رقمه موجود وهو موجود ان شاء الله. الرقم موجود هو موجود القميص ماله موجود لا لكن هو ما موجود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح يكون يونس من ضمن اللي نتمنى ان شاء الله نشاهد يونس مع الطلبه. ايضا نعود الى فقره الكارتات، نبداها بالكارت الاحمر. الكارت الاحمر وجه لجنه المسابقات، لكون لجنه المسابقات يعني كل سنه تواعد باجراء اليه دوري جديده هي الدوري العام، وانا اعتقد يعني الكل وجميعنا احنا المدربين الفنيين كنا مع الدوري العام لكون انه هو هذا الدوري اللي يطور من مستوى الكره العراقيه ويخدم اللاعبين والحكام والمدربين وحتى متعه للجمهور. فانا اعتقد يعني الان صحيح انه يعني لجنة المسابقات صرحت انه الدوري عام وانطت مواعيد، بس انا اقول راح تتنصل عن وعودها وراح يصير دوري مجموعتين. اذا الكابتن حسن متخوف انه راح تتنصل عن او هذا الرأي بناء على تراكمات سابقة، معطيات سابقة. بس اليوم ان شاء الله قلت لك هي هذه فترة اثبات ذات لقوة قرار الاتحاد، ان شاء الله يستمر في موضوع الذهاب والإياب. الاتحاد يحتاج دعم الاندية بهذا الصدد حقيقة حتى اذا ما انسحب. والله انا اشوف انه اليوم ما دام هو المسؤول ما يحتاج دعم، ما يحتاج قرار لازم قرار قوي. هو قرار هذا اللي يحتاجه فقط الاتحاد. حلو. اذا يرجع على الخواطر لا ما راح نمشي، لا يذهب براس الانديه ولا يسوي اجتماع ويا الانديه ولا قرار. ما احتاج اجتماع، انا المسؤول. هذا كلنا نتمنى. قرر الاتحاد ندعو الى المركزي وانتهت العمليه، لا يجمع الانديه ولا يتحدث ويا الانديه، قرار انتهت. يريد يسوي مجموعتين خلي يقول مجموعتين، يريد يسوي مرحل دوري ذهاب واياب، ما احنا مش دكتور حتى لو غير الاليه هم راح تحترض الانديه اكيد. ماذا وضع؟ اكيد اتفق وياك. خلينا نكمل الكارت الاصفر ثم الابيض. كارت اصفر وجه الانديه اللي ما تقدر تشارك في الدوري العام. يا اخي اذا ما عندك انت امكانيه للدوري العام اكيد حتاثر على البقيه، لان الدوري العام هو مصلحه قبل كل شيء. احنا نفكر مصلحه العراق، مصلحه الكره العراقيه، مصلحه الكره العراقيه اكيد بالدوري العام، لان راح تطلع لك لاعبين ممتازين موهوبين، تطلع لك حكام ممتازين، تطلع لك فد شيء يطور الكره العراقيه. تحياتنا البهاء. اخيرا مع الكارت الابيض. الكارت الابيض اوجهه حقيقه لقرار لجنة المسابقات في إقرار نظام الدوري العام، وهذا بالتأكيد يحسب لهم، ولكن الشيء اللي نتمنى أن يكون مصرين على المسابقة في هذا في الدوري العام، وأن لا يتراجعون، وبالتأكيد هذا يحسب لهم ويحسب للكرة العراقية في تطورها. شكرا أيضا للكابتن جليل.
دقيقة الختام للأستاذ محمد وللكابتن أحمد، في النهاية ماذا تحب أن تقول أستاذ محمد؟ والله من خلال قناتكم الموقرة أوجه يعني إلى وزارة التعليم العالي، نعم، والبحث العلمي، إنه هذا نادي الطلبة نادي عملاق، نعم، ونادي خرج جميع المدربين واللاعبين الكبار والآن كلهم مدربين ما شاء الله، والله يحفظهم، إنه هذا النادي ما ينعاف على الطريقة هاي، إنه نادي يراد له دعم، نعم. نادي أنا أطلب من الوزير إنه دعم هذا النادي باعتباره الواجهة الحقيقية لوزارة التعليم العالي، هو يمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وناشد الأخوان إنه إطلاق الدفعات إلى اللاعبين بالسرعة الممكنة. ما زال اللاعبين يعني؟ ما زال لحد الآن إحنا، نعم. ناشد الوزير تعرف الآن وزارتنا تدري يعني شوية كان اليوم قرار صدر. وإن شاء الله البركة باللي موجود، بالتوفيق إن شاء الله، وتكون الوزارة أتمنى يعني الوزارة تسمع هذا النداء، وهذا نادي عملاق مو نادي شو اسمه، حتى نظل جماهيرنا تدق على الإدارة والإدارة والإدارة، ترى دعمنا محدود 1.400 العام الماضي استاذ موفق، صدقني 1.400 مليار اللي مشينا به الدوري خدنا. أنا أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله الأمور تتغير. كابتن أحمد تفضل. يعني لمحور الحلقة، يعني أوجه تحية لأعضاء الاتحاد، لأنه اليوم يوم تاريخي، يوم تاريخي صراحة، يعني من راحوا مع مقترحات لجنة المسابقات، وهو هذا اللي نريده. احنا نريد الاتحاد يكون قوي، فكر اليوم الاتحاد بالكرة العراقية ولم يفكر بالمصالح الشخصية للبعض للأندية، فكر بالمصلحة العامة وهي مصلحة المنتخبات، اعتقد مصلحة المنتخبات في الدوري العام. نتمنى أن يكون الاتحاد مستمر في قراره بالرغم من الضغوطات اللي راح يواجهها، ومثل ما قلت هي هذه فرصة لإثبات قوة قرار الاتحاد. شكرا جزيلا كابتن أحمد، ويعني حقيقة أشد على يدك على هذا الكلام اللي هو حقيقة لب الموضوع. شكر جزيل للأستاذ محمد الهاشمي نائب رئيس نادي الطلبة، كنت ضيفا عزيزا. أشكرك أستاذ موفق، أسعدنا. شكرا جزيلا للكابتن أحمد مدرب نادي أمانة بغداد، كنت ضيفا عزيزا. شكرا جزيلا، وفرصة سعيدة أنه نلتقي بأستاذنا أبو سجاد بعد أخويا المدرب المستقبل إن شاء الله، مدرب إلى إن شاء الله بصمة يوضع. شكري جزيل لكم، أيضا الشكر موصول لكل من شاهدنا وتابعنا. إن شاء الله يوم الغد سنتحدث عن مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظير الدنماركي إن شاء الله بوجود ضيوف جدد. حتى ذلك الحين انتظرونا، نلقاكم على خير إن شاء الله.